السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا، سورة البقرة وما ورد فيها من الأحاديث أنها تقرأ في البيت فينفر الشيطان 3 أيام، هل نقرأها؟ يعني لو قرأت مثلا جزء في الفجر ومثلا جزء على الظهر وبقية السورة على العشاء، هذا الحديث أولا فيه بعض الكلام للعلماء، يعني هناك من يضعفه، لكن عموما في أحاديث أخر اقراء البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل أي السحرة. وفي الحديث الآخر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أما التقييد ب3 ليال ففيه بعض المقال. طب ينفر يعني ينفر وما يجيش، ولا ينفر يوما، ولا لا تقدر بأيام؟ ما هو طبعا عموما الشيطان كلما ذكر اسم الله انصرف. الشياطين، الشيطان مولانا اللي مقصود به قرين، ولا شياطين مثل مرسلة؟ لا لا، شياطين مرسلة، في شياطين كده صيعة تنتشر في الأرض، كما قال الله تعالى أمرنا أن نقول أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ففي شياطين ماشية في الطرق تضرب هذا، تفعل هذا، تضل هذا، تغوي هذا. كما على عهد الرسول، الرسول يأكل، جاء طفل كأنما يدفع، يضع يده في الأكل بدون أن يسمي، فالرسول نزع يده، جاءت جارية كأنما تدفع، وضعت يدها في الطعام فنزع النبي يدها وقال إن الشيطان أتى بهذا الغلام وبهذه الجارية يأكلان فلا يسميان كي يستحل بهما الطعام. فأحيان الشيطان أجساد نفسية، سوق الجسد، ها؟ الجسد يعني سيطر على الجسد وخلاها أكل، يعني كيف الشيطان بيسيطر على الجسد أصلا؟ يدفع، كأنما تدفع، كأنما تدفع.